من 6 الفوق، من 6 الفوق الاصل القاعدي. يعني مشومر نقولها لك، يعني مشومر نخلص ب 22 100 23 100. صدقني بالله والله العظيم ما كتفضل 5 ايام الشهريه في النهار تاع اليوم مليون ونص. يا رحم بابك واش هيدير لك مليون ونص؟ انا في سمانه مليون ونص كنصرفو. مواطن شحال الشهريه لازم تكون عنده باش يقدر يعيش الاز ويعيش كمواطن؟ يعني الشهريه باش يعيش الاز ولوخ لازم 10 الفوق، 10 ملايين الفوق الروكس الحالي يضرب 10 ملايين الفوق. تسمى من 10 ملايين 10 ملايين لتحت ما تكفيك، يعني باش تقول تصدر والاخر ما تصدرش. بكري بكري كانوا يخلصوا 15%، 15% هذيك تقعد له كيما يقولوا يصرف 500,000 في الشهر وتقعد له مليون. هذاك بكري كانت المعيشة كما يقولوا رخيصة، ماشي كما دروك، دروك كلش غالي. بكري تعيش 1500 تعيشك دوكا مالغري راه 12 مليون. دروك ما يحسبش دروك 1500 تاع بكري خير 12 مليون دوكا، خير 12 مليون دروك. انت دروك انت 10,000 تاع بكري كما دروك 200,000 ما تكفيكش، 200,000 تخرجها ما تكفيكش. انت اسكون راك تخدم شهر ولا تخدم ترونسبور؟ ترونسبور نخدم شوفور. الله يبارك، الله يبارك فيك. اسكون راك تصدر الدراهم؟ ما صدرش عمري، ما صدرش. الشيء اللي يكون عندك الشيء اللي كاين يروح هكذا هك. ما على بالكش كيفاش يخلص. القاعدي نتاعو نورمالمون من 6 الفوق، من 6 الفوق الاصل القاعدي يعني. يبدا باش يعيش الاز، ماشي باش يعيش الاز، باش باش يلم روحو هكذا شويه هكذا، يقدر يشري، يقدر يقضي، يقدر يدير العشاء مع ولادو نورمال. كاينين الناس يتخلص 2 ملايين، كيفاش 2 ملايين مساكن؟ واش راح نقول لك انا يا خويا؟ شوف يعني ما عندي ما نهضر فيهم. هذا زوج تاع 2 ملايين هذيك 15 مليون او مليون، هذا يعني كارثه، كارثه. ما عنديش كيفاش تصورها. علاش الرحمه من عند ربي ومدها له ربي سبحانه وتعالى، يعني من عند ربي. مواطن دوقا يقدر يصدر الدراهم ولا ما يقدرش؟ امبوسيبل. علاه في الوقت هذا ما فهمناش والله، ما فهمنا مشاكل الاسعار زادوا. علاش البلاد الصرف نتاعنا الدراهم نتاعنا ولاو ما يسواوش كاع، دراهمنا ولاو زيرو دوك. علاش حنا الاشكال وين راهو؟ مازال ما لقيناش. شغل الدوله تقول لك هكذا، واحد يقول لك هكذا، مازال ما فهمناش حنا واش كاين. والله مازال ما فهمناش، جيت فهمت دوك كيما قالوا والله العظيم مازال ما فهمناش. دوك الناس اللي تشري 1500 و2 ملايين و2 ملايين ونص و3 ملايين، ما هادو 3 ملايين، ما 4 ملايين، ما 4 ملايين وما كان والو. انت راه باباك شكاره 160,000 تاع سمين، انت ماكش تصدر الدراهم هكا. واش تصدر؟ انا عمري ما صدرت، عمري ما حسبت باش نصدر. زوج مسكين، زوج ماشي على مسكين ولا كذا، ماشي كيسو تاع مسكين. علاش قلت باش تحوس تصدر؟ ما كانش. انت وخدام وخلاص، انت وخدام تاكل وتشرب بالشي اللي كاين وخلاص. شهريه اخويا هي تكفي ما تكفيش؟ ها الشهريه لازمك من 15 فوق ابنان 15 مليون درك ما عندها ما دير لك. لو كان تدخل الشكاره ديال السويد وديال الزيت وبيدنا ديال الزيت، اي راح حصلك مليها سما والو ما تكفيش. الكيلو ديال اللحم 140,000، الكيلو ديال الدجاج معاك تشوف لا كاسي ولات ب 20,000. بصح كاين اللي راهو يخلص 1500، كيفاش الحل تاعو؟ هذاك مسكين وضرب به سبحانه كيطلق له بالكاتو كوت. كوت ما ساهلاش. بلي كوت ايه 1500 شراح تكفيك تريسيتي يا ربي، يا ربي زيدك الشكاره ديال الحليب. انا خدام في سلك التعليم هكذا، عامل مهني، راني نخلص ب 22 100 23 100. صدقني بالله والله العظيم ما كتفضل 5 ايام نخلص 8 في الشهر 13 في الشهر فرنك ما كانش. الانسان باش في الوقت هذا اللي رانا فيه اللي عايشين فيه باش يعيش الاز، يعني كما يقولوا معيشه تحفظ الكرامه تاع الانسان، لازم على الاقل 13 مليون 14 مليون في الشهر. قول لي علاه؟ لانه وين شوف عالميا كما يقولوا باش يحسبوا القيمه تاع المعيشه في كل دوله، على الاقل يكون 20% من الشهريه تاع الانسان تستعمل للاكل. حنا الشهريه 100% للاكل وما ماناش واصلين. الشهريه في النهار تاع اليوم مليون ونص. يا رحم بابك واش هيدير لك مليون ونص؟ انا في سمانه مليون ونص كنصرفوا في سمانه. شكاره سميت 150,000 بدون زيت باش تجيبوا فلوريال مثلا 180,000. فهمت كيفاه؟ علاه تعيش؟ ما تقدرش تعيش في النهار تاع اليوم يا خويا، ما نكذبش عليك، راهي صعيبه المعيشه بزاف بزاف. شحال المواطن لازم يكون عنده شهريه؟ لازم على الاقل، على الاقل يعني باش تعيش متوسط كيما نقولوا هنا 4 ملايين. لا لا 4 ملايين تقدر تريزيستيها، 4 ملايين تصرف نقولوا 100,000 في النهار. شحال لازمك تكون عندك شهريه باش تقدر تعيش؟ لازم 10 ملايين. 10 ملايين
لازم 13 شحال مات لازم 12 مليون باش 12 مليون باش تعيش الات. ودوك انت بيناتنا اك شهر ولا تخدم ترونسبور؟ نخدم ترونسبور. اسكو راك تصدر دراهم ولا دروك ماشي كيما بكري دروك المعيشه غاليه. بكري كانوا يصدروا الدراهم. بكري كانوا يصدروا الدراهم دروك ما تقدرش تصدر. دروك ما تقدرش تصدر امبوسيبل. المعيشه غاليه الاسعار طالعين بزاف. العيشه غاليه ماشي سهله. ماشي سهله. تسمى لازم 12 مليون. لازم 12 مليون. وهذاك اللي عايش ب 1200 كيفاش الحل تاعو؟ كاين اللي راه يخلص غير 1200 1200 ما دير والو 1200 ما تكفيش حتى الاولاد تاعو باش يكريهم درك القرايه تاع الاولاد وبدراهم كلشي بدراهم درك مش بدراهم كلشي سهله ماشي سهله ماشي سهله تسمى الانسان ما يقدرش يصدر دراهم هكا زياده صعيبه شويه درك صعيبه بزاف ماشي غير شويه باش تصدر دراهم درك ماشي سهله درك الحمد لله رحمه ربي كاين ربي كاين رحمته ما تخلصش كاع هذا ما كان هنا الاغلبيه تلقاهم يخدموا اورد ولايه كما نقولوا حنا جوج لاك تعرفهم كاملين يخدموا برا تصدرهم اسكو بكري بكري تصدر والله غير بكري غير كنت نصدر ونخدم والحمد لله مي درك ما عندناش نصدر خلاص والو شي لي والو درك ودرك مانيش نخدم انا نخدم برا كما نقولوا ما تلمش والو والو شي لي تلمو عصر غادي تلمو يروح كاع ما تكونش عنده نهائيا علاه لا ما ميت المواطن واش كاين اللي ما عندوش باش يشري خبزه ولا نص خبزه ما يقدرش يشريها منين يرحم بابا كيفاش رايح يعيش الانسان هذا هو ما يقدرش يعيش هذا الدر هذا على باش نهار كاع هو يبيع في الحشيش ويبيع باسكو ما عندوش والديه يبعثوا يقولوا له روح بيع الحشيش وبيع هذه فهمت كيفاه هذه هي يعني وخليك على خير على كل حال وخلاص ما كاين المواطنين اللي راهم يرقدوا جيعانين في الدار يعني رسميا الجوع ولا غير نقول هيك اللي كاين اللي ما عندوش باش يشري خبزه انا نقول لك الله شوف يا انا يعوذ بالله من كلمه انا ويا زعما عندي حانوت هنا بصح راني مديت واحد ديجون هكذا يخدموا فيه وكل حاجه والله ما راهم يعطيوني دروك سبع شهور ما عطوني دور غير راني مشومر نقولها لك راني مشومر فهمت كيفاش حبيت نقول لك في النهار تاع اليوم ماشي ساهله والله ما ساهله يا حبيبي